لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بريص أو البزغ أو الجربوع كما يسمى، وهو حيوان يصنف من الحرشفيات، وهو زاحف وله القابلية على الالتصاق بالجدران والسقوف وسريع الحركة، ويوجد في أغلب مناطق العالم، ويعيش خاصة بالأماكن الدافئة، وله عدة ألوان فمنها الأحمر والأخضر والبني حسب المناطق التي يعيش فيها. وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وآله بقتله لأنه خرج من رحمة الله لقيامه بالنفخ على النار التي أوقدت لحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويفضل قتله بالحل والحرم. أما من يراه في الحلم أو المنام، يقول ابن سيرين في تفسير الأحلام أن هذا الشخص إذا كان مريضا فهذا يعني أنه علامات المرض السقيم أو الموت، وإذا كان الشخص الذي يحلم فيه سليم الصحة ومعافى فإنه يشير إلى الفقر والحسد. ويقال أيضا إذا وجدته على السقوف أو على الحائط أضربه ضربة واحدة تجعل لك حسنة عند الله. وهو حيوان قذر بشع المنظر، يجلب مرض البرص حيث يقوم بإلقاء فضلاته في الأواني والأقداح المنزلية، وهو يتغذى على الحشرات والنمل، وينقل في الإنسان مرض السومونيلا، وينقل أيضا الطفيليات في المعدة والأمعاء والتسمم. ويقال في الإسلام بعد قتله تقوم بالغسل والتوضؤ. وأيضا للتخلص منه فهو يهرب من الروائح النفاذة كالزعفران بعد خلطه بالماء، أو من رائحة البخور، أو من الفلفل الأحمر الحار، أو البطنج، أو الشيح كما يقال في أحد الدول العربية، أو الفخات اللاصقة. وقد أثبتت الدراسات الطبية أن هذا الحيوان الزاحف يحمل بكتيريا ضارة ومميتة أو وباء قاتل ببرازه أو البول، ولهذا فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله من هذا الحيوان قبل هذه الدراسة قبل 14 قرنا وأمرنا بقتله. ويقال أيضا دخلت امرأة على أحد زوجات النبي وقالت لها لماذا تحتفظين بهذه العصا المعلقة بالحائط، فقالت لها زوجة النبي حتى أطرد الوزغ أو أقتله لأن النبي حذرنا منه. وأخيرا وليس آخرا، الصحة والعافية لكم، تحياتي لكم.